عليها البرنامج اللي تحكمت عليه اليوم ب6 شهور نافذة من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، لأنني رفعت دعوى على ضابط هو المحضر ديالي في قضية الأستاذ توفيق بوعشاني معروفة عند الرأي العام. حدد لي الجلسة، كانت نهار 3 أفريل. مشينا أنا والأستاذ زيان، دخلنا الجلسة، جلسنا، سولونا واش الملف جاهز، قال لهم الأستاذ إيه حنا جاهزين. قام بالدفعات الشكلية، طلبت النيابة العامة هذا التأجيل. النيابة العامة طلبت التأجيل، وافقنا مدة أسبوعين. كان نهار 17 أبريل، جينا نهار 17 أبريل، دخلنا. من دخلنا بقينا جالسين شي ساعة إلا ربع، شوية كتبان هذيك القضية، كتبان الأستاذ صافي غتنوض. قال لها واحد الملف، قالت له تم حجزه للتأمل. نورمالمون الملفات الغير جاهزة كيدوزو هما الاولين، جاهزة من بعد. حنا ملفتنا ملفنا تعتبر غير جاهز وجاهز في نفس الوقت، المهم ما فهمناش وتم منع من الكلام. الحاجة الوحيدة اللي كانت سولتني عليها في الجلسة الأولى، وهي شعرتني بالتهم الموجهة إليا والتحقق من الهوية. صافي الجلسة الثانية هادشي اللي داروا معانا، ما بغاتش تستمع ليا، ما صندقتني، ما والو. الجلسة الثالثة وهي اليوم، ولكن ماشي هي اليوم، هي عطاوها لنا على أسبوعين، غادي تكون في لو ماردي بروشان. اليوم كنتفاجئوا بمواقع التواصل كيكتبوا حكم 6 أشهر نافذة على عفاف برناني. عفاف برناني اللي استنطقتها الفرقة الوطنية، عطات لها كشاهدة كتحكم عليها ب6 شهور ديال الحبس. انا انسانه مواطنه عاديه خدامه في مقر ديال جريده محترم، انسان اللي هو محترم وانا كنعترف بها وكنقولها، وخدمنا معاه ازيد من سنه، ما كايناش هذيك الهضره اللي كيقولوا كامله. كيجي واحد النهار كيحكموا عليا ب6 شهور نافذه، علاش؟ حيت انا ما بغيتش نقول توفيق بوعشرين دار وعيطوا لي انا غير شاهده. عمري انا شفت شي شاهده كيحكموا عليها، واخا من بعد ما صدقونيش، ما سولونيش واش هادشي بالصح ولا ماشي بالصح، ولا واش كذب عليك الضابط، واش انت اللي كذبتي عليا، واش كل اللي كذاب، تيصدقوني ويخرج الحكم، وانت اللي خرج الحكم مراعاه ليا او الى حكموا عليا، ما كايناش 6 شهور اصلا نافذ. المهم هذه هي قصتي مع القضيه ديال الاستاذ توفيق بوعشرين، ومع الفرقه الوطنيه، ومع المحكمه الابتدائيه، ومع الحكم ديال 6 شهور نافذه. وانا كنتوقع منهم الاسوء، وشكرا.